عايزه اتكلم مع حضراتكم شويه عن اتحاد الطايره. الحمد لله الحمد لله انتخبوا مجلس جديد بيتكون طبعا من ياسر قمر في منصب رئاسه الاتحاد، هناء حمزه في منصب النائب، والاستاذ عمرو مخلوف امين لصندوق، وفي العضويه شوكت صابر وتامر بابرس ومحمد الفقي، عايده اسماعيل، وائل انديل، يوسف حسن، مع حفظ الالقاب للجميع. الحقيقه ان المجلس ده مش قايمه واحده، هو اتشكل من قايمتين، قايمة ياسر قمر وقايمة شريف الشمرلي مع حفظ الألقاب، وده سلاح ذو حدين. الأول إن ده مجلس توافقي من القايمتين، وعايزة أقول إنه محتاجين نشتغل لصالح اللعبة، وإنه المجلس ده ممكن يبقى جاي يشتغل لصالح اللعبة، ومش فارق إن مين نجح من قايمة إيه ومين نجح من قايمة إيه، المهم إن في الآخر التوليفة دي هي اللي نجحت، ومنهم ناس كتير اشتغلوا مع بعض قبل كده بالمناسبة. احنا قلنا انه سلاح ذو حدين، ايه بقى الحاجه الثانيه اللي مخوفانا؟ ان اللي نجح من قائمه كابتن شريف الشمرلي يقوم بدور المعارضه طوال الوقت ويعترض على كل القرارات، ونكمل المسلسل اللي احنا عارفينه اللي هو حل ثم تعيين لجنه ورا الثانيه، والفولي يرجع لورا سنين وسنين وسنين. ولكن انا كلي امل ان المجلس التوافقي ده يكون جاي وخلاص الناس نجحت مع بعض، وزي ما قلت الناس دي مش اول مره تشتغل مع بعض، يعني عدد قليل اللي ممكن هتلاقيه اول مره يشتغلوا مع بعض، لكن الناس دي عارفين بعض واشتغلوا مع بعض قبل كده. فانا بتمنى ان التوقع الاول، وهو ان الناس كلها تبقى جايه تشتغل لصالح اللعبه، ان يكون في اندماج بين المجموعه اللي نجحت، وكمان الناس اللي ما حالفهاش الحظ او ما حالفهاش التوفيق يحاولوا يخدموا اللعبه من بره المنصب. وده اللي بقالنا اكتر من شهرين بنتكلم فيه، ان انا النهارده لو ما نجحتش ما اشتغلش بقى على فكره ايه اطعن واتكلم مع الاتحاد الدولي واتكلم مش عارفه ايه. يعني هو يمكن الحاجه اللي كنا متخوفين منها مع حفظ يعني الاحترام والتقدير لكل الناس، ان احنا كنا متخوفين، خلينا نتكلم مع بعض بصراحه شويه، من فكره ان كابتن شريف الشمرلي وكابتن هويده مونزي يحالفهم الحظ وينجحوا. بنتمنى لهم كل التوفيق، لان هما الاثنين شخصيات محترمه جدا جدا على فكره، وناس محبوبين وناس محترمين جدا وعلى دماغنا من فوق. لكن كنا قلقانين من فكره ايه؟ كنا قلقانين من فكره انه الاتحاد الدولي كان بيتكلم في ان الناس دي لو نجحت هيبقى المجلس باطل. ليه؟ لان هو التحقيقات معاهم ما خلصتش. فده اللي كان مخوفنا، بنتمنى وجودهم، بنتمنى ان الناس دي بجد نستفاد من خبراتهم، ان هم يفيدونا بخبراتهم، لان كابتن شريف الشمرلي شخصيه عظيمه جدا، كابتن هويده مونجي اشتغلت في الاتحاد المصري والاتحاد الافريقي، ومن الشخصيات اللي بجد تحب تتعامل معاها وتحب تتكلم معاها، شخصيه محترمه، اخلاق، محبوبه جدا من كل الناس في مجال الكره الطايره. بنتمنى ان كل الناس اللي ما حالفهاش الحظ وكان عندها برنامج او كان عندها خطه واضحه لتطوير الكره الطايره، بنتمنى انهم بجد يكون في استقبال من المجلس اللي موجود دلوقتي، وان الناس دي يفتحوا صفحه جديده مع بعض كلهم علشان يكون في نهوض بالكره الطايره. بنتمنى انه مش المجلس اللي نجح ده بس هو اللي يشتغل، لا، بنتمنى ان كل ولاد الكره الطايره اللي دخلوا الانتخابات وما حلفهمش الحظ، لعيبه منتخب مصر، المدربين، كل الناس، كل من ينتمي للكره الطايره، بنتمنى انهم يحطوا ايديهم في ايد المجلس اللي تم انتخابه من قبل الجمعيه العموميه، ونبدا نشتغل لصالح الكره الطايره. الكره الطايره مش ناقصه خالص انها ترجع خطوه واحده لورا. يعني احنا بنتكلم في 6 سنين ما خدناش فيهم بطولة على مستوى المنتخبات من 2015، بس انا زي ما قلت وهفضل اقول مليون مرة، ان انا حاسة انه مش رجعنا بس 6 سنين لورا، او مش بس بقالنا 6 سنين ما بناخدش بطولات، لا، انا حاسة ان الكرة الطايرة رجعت 20-30 سنة لورا. مشاكل كتيرة بقى، كانت ناس بتنجح فيجي الناس اللي وراها يقول لك لا، يعني كل على فكره كل شخص بيتم انتخابه او بيدخل يخدم اتحاد معين او نادي او ايا كان بيبقى ليه ما ليه وعليه ما عليه. والله الراجل ده بيبقى ليه مميزاته وليه عيوبه، ليه انجازاته وليه اخفاقاته. لما اجي انا بقى كمجلس جديد ما ينفعش ان انا ايه اردم لي بقى على الجو ده كله علشان ما فيش حاجه تتنسب للي فات، اردم لي على كل ده وابدا من جديد. حلو بقى بوحش اردم كله، احنا عايزين كل حاجة بقى تتعمل جديدة تبقى منسوبة لينا. مش هينفع، مش هينفع. يعني والله مش انتماء لكرة اليد، ولا مثلا عشان أنا واحدة من ولاد أسرة كرة اليد، لكن بجد اتعلموا من اتحاد كرة اليد، اتعلموا منه،
جه بدل المجلس كام مجلس في السنين الاخيره، لكن كل مجلس كان بيجي كان بيشكر اللي قبله ويحافظ على الحاجات الحلوه اللي عملها ويبدا يشتغل من جديد، بس ايه يكمل على النجاحات. ده محتاجين ان احنا نعمله في اتحاد الكره الطايره، محتاجين ان احنا بجد نوصل اولمبياد كل مره زي كره اليد، محتاجين ان احنا ناخد البطوله الافريقيه كل نسخه، محتاجين يكون لينا تواجد محترم في بطوله العالم، محتاجين يا جماعه ان احنا ننهض بالكره الطايره. عندنا لعيبه كويسين جدا، عندنا لعيبه سواء خبرات، ناشئين، متوسط اعمار، انا بتكلم بقى على كل الانديه، انا بتكلمش النهارده في اهلي وزمالك. لما تيجي تتكلم على الكره الطايره في مصر انسى الاعلام، انسى الانديه، اتكلم بصفه عامه. فده بالنسبه لي مهم جدا. انا كل اللي طالباه من اسره الكره الطايره ان الناس اللي موجودين جوه الاتحاد دول انا ببارك لهم بالتاكيد، وبطلب منهم ان انتوا يا جماعه اللجنه اللي فاتت واللي قبلها والاتحاد اللي فات واللي قبله، كل اللي فات ده اكيد فيه مميزات نشوفها ونكمل عليها، السلبيات نبدا نشتغل عليها من امبارح، مش هقول لك بقى من بكره، من امبارح، من ساعه ما تم انتخاب حضرتك ونجاحك في المجلس. ده مهم جدا جدا علشان الكره الطايره تكون في مكان مختلف لانها تستحق ده. ومن الناس اللي بره الاتحاد بتمنى من حضراتكم زي ما قلنا وهنفضل نقول، حطوا ايديكم في ايدين الناس اللي نجحت واشتغلوا مع بعض، كل اسره الكره الطايره تكاتفوا مع بعض علشان الكره الطايره تقوم. بلاش طعن، بلاش مخاطبات للاتحاد الدولي، بلاش مشاكل، بلاش مهاترات، بلاش تصريحات على السوشيال ميديا، بلاش اكونتات فيك نهاجم بيها بعض. يؤسفني اني اقول ان بيحصل كده في الكره الطايره، الناس بتعمل اكونتات فيك ويشتموا في بعض، مش عايزين ده بقى، عايزين كل ده يختفي. لو انتوا عايزين الكره الطايره تقوم، لو عايزينها زي كره اليد، لو عايزينها زي الكاراتيه، لو عايزينها زي التايكوندو، كل الالعاب اللي كان ليها دور فعال في المصارعه، رفع الاثقال ان شاء الله في الاولمبياد اللي جاي، لو عايزينها زي الالعاب دي ويكون ليكوا تواجد في الاولمبياد وبطولات العالم وتكونوا مسيطرين على القاره الافريقيه، اعملوا ده. وكل التوفيق بالتاكيد للمجلس المنتخب للاتحاد المصري للكره الطايره.